وإخلاء جميع أسواق القرب على الساعة الرابعة والنصف مساء، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر والقيصريات على الساعة الثامنة والنصف ليلا، نظرا لارتفاع الحالة الوبائية المقلقة، نظرا لارتفاع الحالة الوبائية المقلقة، يعني 150 حالة بإقليم العرائش، 36 حالة وفيات، ضغط 3 أيام، يعني 2 و3 و4 و5، هذه أرقام مقلقة تتخوف السلطات المحلية. السيد الباشا والسيد عامل صاحب جلالة إقليم العرائش أصدر واحد القرار بمرسوم أننا ننفذوا التعليمات البسيطة، هو أننا نغلقوا في 4:30 جميع أسواق القرب مساء، نغلقوا المقاهي والمطاعم والمتاجر والمحلات اللي كتستقبل العموم في 8:30 ليلا، باش هذا العدد ينخفض ديال الحالات الإيجابية اللي ارتفع. كذلك هو أننا نديروا التدابير الاحترازية البسيطة، هو نديروا كمامة، نبعدوا من بعضنا واحد المتر حتى متر ونص، نديروا المعقم باليدين إلا لمسنا شي حاجة ماشي هي هذيك. وإلا قدر الله وتصاب شي واحد اليوم، ضروري أن السلطات المحلية في الخدمة ديالو، لكن والسوق الجملة والفواكه ديال الخضر بقصر كبير راه قام بواحد البادرة ديال الوكلاء، هو اليوم كانت عنده بادرة عملية تحسيسية جميع المتدخلين على رأسهم نائب الرئيس الجامعة الحضرية ديال القصر الكبير السي عبد الله مباركي والخليفة ديال القائد والإدارة المعنية بالأمر والوكلاء، قاموا بواحد البادرة تحسيسية وزع توزيع الكمامات المعقم هذه وتحفيز البائع تحفيز الزبائن على ارتداء واتخاذ التدابير الاحترازية، وهذا موقف مستحسن ولقي استحسانا واسعا لدى الأوساط. ولهذا ندعو جميع المواطنين والمواطنات وجميع الغيورين على هذه المدينة أن ينخرطوا مع السلطات المحلية والأمنية في تنزيل واحترام كل هذه التدابير الاحترازية حتى ينخفض عدد الحالات الإيجابية ويزول عنا هذا الوباء. نرجو منكم احترام هذا القرار والالتزام بكل الإجراءات الوقائية من استعمال الكمامة واحترام التباعد واستعمال أدوات التعقيم والنظافة، ومن لا يحترم هذه التدابير سيتخذ في حقه العقوبات والغرامات القانونية الجاري بها.